اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني في مكتبه بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية في مدينة راولامباندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد. ورحب قائد الجيش الباكستاني بسموه شاكرا إياه في على تلبية دعوته والمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان. من جانبه أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في كافة المجالات، وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد وصل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى إسلام أباد في زيارة رسمية بناء على دعوة الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني للمشاركة كضيف شرف في احتفالات جمهورية باكستان بيوم باكستان. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى قاعدة نورخان العسكرية عدد من كبار قادة الجيش الباكستاني والسيد محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية وأعضاء السفارة.